تواصلنا مستمر، أشواطنا مستمرة بأرضية هذا الميدان لأشواط الحقائق ومتعة منافسة سن الحقائق في أرضية هذا الميدان، حيث أعلنت على البركة انطلاقة جديدة لشوط جديد السادس الخاص مشاهدين الأعزاء بالأبكار الحقائق ضمن السباق الرابع في هذه السباقات المقامة في أيضا كل الميادين التي أيضا تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت انطلاقة جديدة لهذا الشوط. وفي المركز الأول تتواجد مهدية يمع بن عيد بن عبيد المهيري، ننتقل إلى بدور السيل بن محمد بن السيل الحميري، بينما بالحرطي هذا شعار بالحرطي يتقدم من الجانب الآخر، كذلك قبه القبشي بن السيل بالقبشي الشريفي. المركز الرابع العاصمة مبارك بن سيف الشد المنصوري، والمركز الخامس فهي الضفرة حاضر بن علي بن حاضر المزروعي تتقدم في المركز الخامس خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. هذه النتيجة للأسماء المتقدمة، هذه النتيجة للأسماء الأولى المنطلقة أمام حضراتكم في أرضية هذا الميدان من خلال هذا الانطلاق المميز والإبداع الكبير الذي يأتي بوجود هذه النوعيات المنطلقة والمتنافسة من أجل تحقيق المركز الأول. العودة إلى شعار بالقبشي، قبه القبشي بن السيل بالقبشي الشريفي يتقدم ليقود المسار، يتقدم ليعلن بانطلاقة وجود قبة على المركز الأول. تحركت أيضا بدور على المركز الثاني السيل بن محمد بن عرط الحميري يتقدم في المركز الثاني شعار بو منصور، بينما وصول من الجانب الآخر وصول هذه نوعية تتقدم سريعا من مركز إلى مركز متقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والمثير. فهي أيضا الأندلس مبارك بن ناصر بن سعيد العامري يأتي في هذا الانطلاق، مناورة زايد بن سلطان بن زايد المزروعي تقدمت إلى الجميع واستلمت وسحبت بساط المركز الأول من تحت أقدام الجميع لتنطلق في هذا الإبداع. المركز الرابع مع بالأرطي، خامسا تخطيط ناصر بن مقير بن سالم العميمي يقدم انطلاق التخطيط في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والمثير من خلال هذه التحديات التي تظهر بوجود هذه النوعيات. مناورة والنورة تتقدم مع لوحة الكيلو متر الأخير، زايد بن سطاب زايد بن عبد الله المزروعي يقود المسار، يقود المسار الأندلس المركز الثاني، بينما المركز الثالث عادت قبة يا سلام القبشي بن السيل بالقبشي الشريفي يتقدم مع وجود قبة. يا هي اسماء تحركت الأندلس، تواجدت الأندلس، مبارك بن سالم العامري أو مبارك بن ناصر العامري يتقدم في هذا الانطلاق مع وجود هذا الاسم يصل بالأندلس، كذلك وصول وانطلاقة مهدية يمع بن عيد بن عبيد المهيري، وفي الجانب الآخر في المركز الخامس هذه الدانة منصور بن ناصر بن سرود. أسماء قوية بدأت تظهر بالأمتار الأخيرة، خلاص المزروعي ما زال مخلي عصاته في بطانها، ما حركها حتى الآن، ما حركها العصا قوسها. هذه تيفل من بقية الأبكار ومن أوامر غيرها، من أوامر غيرها تيفل على المركز الأول. مناورة زايد بن سطاب زايد المزروعي يأتي على مقدمة هذا الشوط، أعلن بإطلاق الأوامر في الأمتار الأخيرة لتنطلق مع المقدمة، لتنطلق مع المركز الأول. هذه مناورة تبدأ بالانطلاق في الأمتار الأخيرة لتعلن بوجودها على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. تهانينا لزايد بن سلطان بن زايد المزروعي على إبداعات مناورة بالمركز الأول ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة بالفوز والانتصار المركز الثاني، فكانت تبيان مهير بن محمد بن مهير المنصوري، والمركز الثالث فوصلت أيضا مهدية يمع بن عيد بن عبيد المهيري، المركز الرابع الأندلس مبارك بن ناصر العامري، والمركز الخامس
فكانت الدانة منصور بن ناصر بن سرود الخيالي 4 دقائق 36 ثانية التوقيت الزمني.